مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ودي أول حلقة لنا بعد العيد، وكمان باعتبار أن هذه الحلقة أول حلقة بعد حادث انفجار بيروت. بنعزي أشقائنا وأخواتنا في بيروت نتيجة حادث الانفجار اللي تسبب في عشرات القتلى، أكثر من 135 قتيل حتى الآن وآلاف الجرحى، بالإضافة الخسائر توصل ل 15 مليار دولار نتيجة هذا الانفجار اللي حتى الآن مش عارفين السبب إيه بالظبط، غير إن في يعني كلام إن مادة شديدة الانفجار اسمها نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ اللي تم فيه الانفجار، وبعض التقارير بتقول إن هو السبب، لكن حتى الآن في كلام كتير من دول كتير عن ان في يعني سبب او في قصد وراء هذا الانفجار. في النهايه احنا بنعزي اخواتنا واشقائنا في بيروت ونتمنى لهم السلامه، ونتمنى للبنان انها تقوم مره ثانيه، خاصه انها بتعاني من ظروف اقتصاديه صعبه جدا، وان شاء الله كل الدول العربيه تكون بخير وسلامه. النهارده حلقتنا عن محصول مهم جدا، هو محصول المانجا، ومحصول المانجا احنا عارفين ان هو من اهم المحاصيل الاقتصادية في مصر ومن اقدم المحاصيل اللي موجودة في مصر والمنتشرة على مستوى الجمهورية في محافظات كتير، محصول اقتصادي في الكثير من المزارعين بيزرعوه، كثير من المصريين مهتمين به، من الفاكهة اللي بيحبها المصريين وكل واحد ليه مزاج في نوع معين منها. النهاردة احنا معانا المهندس أشرف الأنصاري استشاري زراعة المانجا، وهو من أهم الاستشاريين الزراعيين في هذا المجال. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. الله يخليك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب ومشاهدينا الكرام بكل خير يا رب العالمين. ربنا يخلي حضرتك. في البداية احنا عاوزين نعرف من حضرتك، يعني احنا في نهاية الموسم، بدأنا موسم الحصاد، الناس بدأت تاكل المانجا، عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل هذا الموسم والأسعار في السوق عاملة ازاي، وهل كان مجدي بالنسبة لمزارع المانجا هذا الموسم ولا لا؟ أولا كل سنة والمشاهدين كلهم بخير، بمناسبتين، مناسبة العيد الأضحى المبارك وبداية حصاد المانجا، وده عيد بالنسبة لمزارعين المانجا ومتذوقي المانجا في مصر. مصر شعب مدمن للمانجا، ومعانا أخواتنا في المنطقة العربية. موسم حصاد المانجا عندنا في مصر بيبدأ من نهايات يونيو، ده من إبلي، أسوان، كومومبو، الأقصر، إنا، واحنا طالعين للشمال إسماعيلية والجيزة والبحيرة، ثم نوصل للنهاية لمنطقة السواحل في إيدكو ودمياط. المانجا بتتقسم أصناف كتير جدا جدا، وتوقيتات حصادها مختلفة، فيها المبكر زي الهندي، زي السكري، زي العويز، زي الصديق، وفيها منتصف الموسم زي الفجر كلان، زي الزبدية، زي الأصناف المحلية البلدية التانية. في أصناف معانا أجنبي دخلت معانا على الخط، فيها المبكر أيضا زي الياسمينة، زي الباز، زي النامدوك ماي. في أصناف منتصف الموسم زي النعومي، زي الشيلي، زي دي كلها أصناف موجودة في مصر، كل دي أصناف موجودة. طب بالنسبة يعني عشان نتكلم في نقطة الأصناف، بالنسبة للأسعار بالنسبة للمزارع، وده اللي احنا بيهمنا وبيهم المزارعين، هل الأسعار كانت مجدية بالنسبة لمزارع المانجا هذا العام في ظل التكاليف ومستلزمات الإنتاج والأزمات اللي عدى بيها أو التحديات اللي عدى بيها المزارع هذا العام؟ والله المزارع السنة دي تعرض لصدمات كتير، أولها ضعف المحصول، محصول قليل جدا السنة دي بالنسبة للسنة اللي فاتت. أسباب المانجا بصفة عامة، مانجا محصول معاون، يعني بيدي سنة إنتاج غزير جدا والسنة اللي بعدها إنتاج أقل، وحسب النوع وحسب المنطقة وحسب خدمة المزرعة. دي نقطة. تاني نقطة، مستلزمات الإنتاج زادت جدا جدا على المزارع، أجور العمالة زادت، الكهرباء زادت بأسعار قياسية، مستلزمات الإنتاج بتاعته كلها زادت، تسميد، الرش، كل ده زاد. بالنسبة لمخاطر المانجا كمحصول حساس للتغيرات والتقلبات الجوية، بيجي لنا كان في أزمة كتيرة كمان كبيرة جدا في التقلبات الجوية. الله ينور عليك. بيجي لنا بقى الصقيع في الشتاء، وبيجي لنا لسعات الشمس الشديدة في الصيف أو في الربيع، في بدايات الصيف، في منتصف مايو، في الوقت اللي ما نقدرش
نقدم فيه حماية للثمار بتاعتنا، فتسبب تساقط كتير قصاد التكلفة والعائد وعدم انضباط سياسة التسعير على مستوى المزارع كلها، ومفيش آلية منظمة في مصر لتسعير الفاكهة بوجه عام. للأسف مزارع المانجا في مصر بيتضرر ضرر كبير جدا، خصوصا المزارع التقليدية القديمة اللي فيها أصناف زي العويس والتيمور والألفونس والأصناف اللي هي اللي احنا بنحبها، بس دي مزارع قديمة إنتاجيتها ضعفت بسبب التغيرات والتقلبات المناخية. والسبب شجر عجز، التربة منهكة الشجر برضو، عجز، الشجر عجزت. التكاليف زادت على الفلاح فما بيقدرش يخدم زرعه والعائد قليل، فده أكتر فلاح مضرور في منظومة زراعة المانجا في مصر. يعني بصورة عامة، يعني كان الموسم ممكن نوصفه بيه يعني متوازن، صعب، كويس بالنسبة للمزارع. لا يعني بصورة الموسم السنة دي نقدر نقول إن هو موسم متوسط بعد موسم غزير الإنتاج السنة اللي فاتت 2019، موسم 2020 يعتبر متوسط بالنسبة للمزارع. طب احنا هل الانتاج بتاعنا ده بنصدره، بنصدر منه كميات بره؟ احنا يقدر الانتاج عندنا في مصر من مساحة اللي هي الرسمية اللي بيقولوا عليها رسمي، وللأسف دي غير حقيقية، لأن المساحة المزروعة مانجا في مصر أكبر من المساحة الرسمية قولا واحدا، ويا ريت الجمعيات الزراعية تعيد مسح تاني للمساحات اللي مزروعة مانجا عشان نقدر نقدر شغلنا صح. 2017 كان آخر إحصاء موجود وورد لينا، 2017 2018 كان حوالي مليون طن. مليون طن حجم الإنتاج حجم الإنتاج، وده ده تحدي حجم جديد. الإنتاج ولا حجم التصدير؟ لا، حجم الإنتاج الكلي لمصر، وده تحدي جديد بيتحط لنا. نشوف رقم التصدير 30,000 طن بس ولا حاجة. ما ده من تحديات زراعة المانجا. احنا عندنا النهاردة المزارع بيتطور، المزارع بيهتم، المزارع بيحط أصناف جديدة، طب بيعمل ايه السر، ايه استبدال. السر يا باشمهندس في اني بننتج مليون طن زي البلح؟ يعني بننتج مليون طن وبنصدر 30,000 بس. عاملين اتنين، المواطن المصري او الشعب المصري بيحب ياكل مانجا، فمشتري كويس للمانجا. النقطة التانية، ما عندناش سياسة تصديرية منظمة زي محصول العنب والفراولة. المحصولين دول منظمين وعارفين نفسهم وبتعاقدات ومعاهم حصص في أوروبا، احنا ما فعلا. عندناش حاجة. احنا كمحصول المانجا ما عندناش حصة في السوق الأوروبي، ما عندناش رؤية واضحة حتى للسوق العربي والشرق أوسطي. طب حضرتك بالنسبة للأصناف، أنت حضرتك ذكرت إن قلت إن في أصناف بلدية محلية كانت موجودة بالفعل في مصر من عشرات السنين، وفي أصناف جديدة دخلت. أنا بالنسبة للناس يعني عاوز أعرف من حضرتك أبرز وأحسن الأصناف الموجودة دلوقتي وبتتزرع في مصر، سواء من البلدية أو من المستوردة من بره. الأصناف المحلية اللي موجود وأشهرها طبعا العويس، على الرغم اللي فيه مشاكل كتير جدا في زراعته، لكن هو ده الصنف الأشهر في مصر والمفضل في مصر عند المستهلك المصري. صنف الصديق، صنف الفجر كلان، صنف الزبدية، دي الأصناف اللي تعتبر حاليا أعمدة للإنتاج المصري أو الاستهلاك على المستوى الشعبي المصري. في التيمور طبعا والفولس، بس بدأ يقل الإنتاجية بتاعتها وتبقى نادرة في السوق المصري للمستهلك وحتى كمان للمزارع، لأن المزارع بيقابل مشاكل في إنتاجه، فبيضطر إن هو يشيل الشجرة أو يطعمها صنف أجنبي غزير الإنتاج يقدر يكمل معاه ويقدر ينتج معاه ويديله إنتاجية ايه ابرز كويسة. الاصناف الاجنبيه اللي في اقبال كبير عليها من المزارعين وممكن تحقق لي يعني ربح، وفي نفس الوقت في اقبال عليها من المستهلك او من السوق الخارجي اللي احنا بنصدر له؟ والله المستهلك المصري ليه مزاج معين في الاكل، فبالنسبه له هو المستهلك المصري انشهر عنده صنف النعومي كصنف اجنبي، لكن بالنسبه للمنتج المانجا النعومي ما هوش نمره واحد. النمره واحد عند منتج المانجا اللي هو صنف الكيت، اللي هي الثمره الاولى في العالم والشجره الاولى على مستوى العالم من حيث الانتاجيه، واللي من هنا ومن المنطلق ده انا بقول وباكد وقلت قبل كده على صفحتنا، يا ريت نفرمل شويه من زراعه الكيت حتى لا يؤثر على اقتصاديات الصنف مستقبلا. الصنف اسمه وخصوصا ان الكيت، وخصوصا ان انا بس الكيت ده انا كنت يعني منظومه كان عندي كويسه معلومات عنه للتصدير. ان هو حساس جدا للتغيرات المناخية. لا 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 لا، هو صنف ممتاز جدا،
صنف ممتاز جدا، الحساس جدا للتغيرات المناخيه، الاصناف المحليه اللي انا ما اقدرش اركب لها وسائل حمايه زي الكيت. الكيت صنف محدود النمو، اقدر اركب له تغطيه، اعمل له رشاشات ميست، اقدر احميه، اقدر اسيطر عليه لان حجمه محدود غير الاصناف المحليه وانتاجيته عاليه، فيشجعني ان انا اكلف عليه. طالما انتاجيته عاليه يشجعني ان انا اكلف وهل عليه. ده منتشر في بصورة كبيرة ولا؟ منتشر في مصر، هو تاني اكبر صنف بعد جملة الاصناف المحلية اللي موجودة في مصر، يا بل يكون هو نمرة واحد حاليا في مصر من حيث الانتاج، وهو الكيت. اللي طب ايه بيصدر. المميزات بتاعت الكيت اللي بتخلي المزارع يقبل عليه وبتخلي المستهلك ياكله؟ انتاجه كويس، انتاجيته كويسة، الشجرة محدودة انه ممكن تزرع على كثافات محترمة جوه المزرعة. الكيت يعتبر موسم مانجا منفرد لانه هو ما بيبداش شغل الحصاد فيه الا من منتصف سبتمبر او من اول سبتمبر. سبتمبر يعني لسه كمان. لسه قدامنا شهرين كده او شهر ونص عشان فده بيدي فرصة انك انت تبيع في السوق المحلي وتصدر وتشتغل براحتك وتصدر. والسعر يكون وفي متوازن. نفس الوقت الثمره ممكن تشتغل فيها حاجات كتير، ممكن تشتغلها تجفيف، ممكن تشتغلها عصاير، تخزنها عصاير للموسم اللي بعده. ثمرة مواصفاتها جيدة جدا، أوزانها عالية، نسبة اللحم فيها عالية، ما فيهاش الليف، البذرة قليلة، فهي اللي أعطت الكيت إن هو نبقى نمرة واحد على مستوى مش مصر بس، لأ ده على مستوى العالم كله، صنف معروف على مستوى العالم كله. احنا بنستورده من بره. إحنا استوردنا الصنف لكن إحنا ممنوع عندنا في مصر، وأتمنى القرار يفضل مستمر، ممنوع استيراد ثمار المانجو. الحجر الصحي المصري مانع استيراد ثمار المانجو من امال الخارج، واتمنى يستمر هذا احنا القرار. استوردنا ازاي ال ده كان باتفاقيه وتعاون بين بعض المنظمات هنا في مصر، المنظمات الاهليه والجمعيات المهتمه، وكان على راسها جمعيتها هي، وبعض الشركات استوردت اقلام الصنف نفسه وبدات تكاثر منها هنا في ما مصر. في أصناف كتير أجنبية تانية مستوردة من بره. جت بنفس الطريقه، ما يعني جاتش أنت على هيئه حضرتك قلت بذور. كان معانا برضو الدكتور شريف عبد الرازق، وهو طبعا أستاذنا في المانجا أستاذي طبعا، فأتكلم على أصناف جديدة زي الياسمين وزي نعومي، وحضرتك قلت كذا صنف من الأصناف دي، تمام، دي فهي مستوردة بنفس الطريقة. مستورده بنفس الطريقه اللي جه، اللي هي الاقلام التطعيم اللي جت من الخارج، كان بالتعاون بين بعض الشركات وجمعيه هيا، وكان في تنسيق طبعا مع وزاره الزراعه المصريه، ومشروع كبير كان معمول في 94 في منتصف التسعينات لتطوير زراعه المانجا في مصر، وجاه ورد معاها بقى اصناف من اول التومي والكنت والكيت. طب باشمهندس، هل تعتقد ان الاصناف البلديه المصريه ممكن تختفي في ظل وجود الاصناف الاجنبيه اللي انتاجيه بتاعتها عاليه جدا واللي في اقبال عليها سواء في السوق المحلي او في التصدير الخارجي؟ بص حضرتك، في اهم من الاصناف المحلي، في حاجه اسمه الفلاح المصري. الفلاح المصري شاطر جدا على فكره، ويقدر يزرع في الصخر، بس ادوله الامكانيات، ساعدوه، ارفعوا عنه عبء التكلفه. عندنا منطقه ايدكو، خط الساحل كله ايدكو ورشيد لغايه دمياط، عندنا فلاحين مبتكرين وراجعوا يزرعوا الاصناف دي تاني، وشغال عندهم كويس. ايدكو وعويس، ايدكو مشهور جدا على مستوى الجمهوريه، وبيجي متاخر بيستمر معانا لغايه شهر 9 واوائل شهر 10. عويس ايدكو، الفلاح المصري قادر ان هو يزرع كل شيء ويطور كل شيء باذن الله تعالى طبعا وبتوفيقه، بس يلقى الدعم، يلقى رفع التكلفه عنه. احنا مش عايزين دعم مادي، احنا عايزين اللي يسنده، الظهير اللي يسنده. النهارده كهرباء كسره ظهر المزارع كتير، مشاكل الميه في بعض المزارع في المناطق الصحراوي عامله ضغط كبير جدا على المزارع، تكاليف الانتاج معاه بتزيد. بالنسبة للأصناف المحلي موجودة ولها مريدينها وليها المستهلكين بتوعها، بس للأسف هتبدأ تقل لصالح الأجنبي. هي لن تختفي نهائيا طالما في الفلاح لكن المصري ممكن تقل والمزارع المصري، لكن هي وهي بالفعل. بتقل بالفعل. طب حضرتك قلت الفلاح المصري، هو طبعا هو الركيزة الأساسية والأساس اللي احنا بنتكلم عنه في أي موضوع في هذا البرنامج أو في غيره من البرامج الزراعية. في هذا الموسم اللي هو انتهى من أيام قليلة وبدأ الحصاد فيه، هل في مشاكل أو تحديات واجهت المزارع وممكن
نتجنبها خلال الموسم المقبل، فعاوز اعرف من حضرتك ايه اهم المشكلات او التحديات اللي واجهت مزارع المانجو بالتحديد؟ الداتا، مزارع المانجو محتاج داتا من جهات مسؤولة رسمية وليس اجتهادات فردية. انا بقول للمزارع بتاعي او متابعيني بقول لهم ما تاخدش مني وبس، انا بشوف على قد المناطق اللي انا شغال فيها، معانا كذا منطقة شرق وغرب الدلتا ومنطقة الصحراوي، معانا الحمد لله مزارع كتير متفرقة. وفي نفس الوقت بقول للناس انا دي وجهة نظري، اللي عنده يعدل يعدل، لكن لما الامور تيجي من جهة علمية ومراكز بحثية ذات موثوقية، وخصوصا موضوع المناخ وتوقعاته، وخصوصا موضوع المناخ وتوقعاته. تاني حاجة تشديد الرقابة، تشديد الرقابة وتحتها 100 خط على الأسمدة والمبيدات. في غش شديد جدا في سوق الأسمدة والمبيدات، خصوصا المبيدات. هي دي مشكلة كبيرة جدا، يعني بنطالب وزارة دي الزراعة ان هي دي انا تهتم بيها، خاصة ان كل المزارعين في مصر وكل المهتمين بالقطاع الزراعي بيعانوا من نفس المشكلة دي، وهي مشكلة المبيدات. ديك انا بصنفها كارثة قومية، بصنفها كارثة قومية. مش مجرد الفلاح هيتغش في المبيد اللي هيستخدمه او يدفع فلوس وكأنه ما عملش حاجة، ما علينا من الخسارة دي، لا. اي مبيد يا استاذ شعبان، اي مبيد ليه اثار سلبية حتى لو مغشوش، ده المغشوش اثاره السلبية اسوأ، لان انت ما تعرفش ايه اللي موجود فيه، لانه ايه اسمه المواد مبيد. الملوثه او التركيبه الكيميائيه اللي اترشت على النبات وتتسبب في مواد ضاره يقدر ياكلها الانسان. فانا بسمي غش المبيدات كارثه قوميه. هل في تهديدات بتواجه زراعة المانجا في مصر؟ التغيرات المناخية، التغيرات المناخية بتهدد زراعة المانجا وبتزود علينا التكلفة كتير كتير كتير. احنا بنضطر نركب شبك تغطية، تكعيب تغطية وزراعات محمية للمانجا، ودي في بعض الأصناف ناجحة ودي تكلفتها عالية جدا 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 فوق طاقة المزارع الصغير، أو بنركب شبكات مينيس بلينكر للصقيع والتلطيف الجوي في الصيف، ودي برضو مكلفة. في نفس الوقت أساسيات الإنتاج نفسه، مستلزمات الإنتاج نفسه بقت تقيلة على الفلاح المصري، وهو مش الربح بقت قليلة جدا قليلة جدا. في العالم كله دلوقتي بيتطور في أساليب الزراعة نفسها، فهل إحنا ممكن في مصر نتطور في زراعة المانجا ومزارع المانجا من الطرق التقليدية اللي احنا كلنا بنعرفها، سواء في الري، سواء في التسميد، سواء في الزراعة، سواء في المعاملات الزراعية المختلفة، من الطرق التقليدية اللي احنا بنعرفها إلى طرق حديثة متبعة في دول بره مصر، سواء الري الحديث، سواء الشبكات، سواء التغطية، سواء كل الأعمال، هل ده موجود في مصر وازاي ممكن نتوسع؟ كل ده موجود في مصر من نهاية التسعينات. الزراعة حاليا زراعة حديثة بالكامل، ويجب أن تكون حديثة. وفي دولة بدأت تطرح مشروع، وكنا بننادي بيه من فترة طويلة، تطوير الري في الأراضي القديمة. ده يوفر معانا مية كتير، يوفر فلوس كتير وتكلفة كتير، ونقدر نزرع مساحات أفضل وأحسن بتقنيات أفضل. الزراعة الجديدة كلها خصوصا المناطق الصحراوية كلها زراعة حديثة، ري تنقيط، استخدام الميكنة في الرش، زراعة منظمة مش زراعة عشوائية. نلاحظ ان المناطق الجديدة هي اللي بتنتج كويس، المزارع الجديدة اللي هي مؤسسة بطرق حديثة، اما المزارع التقليدية فانتاجياتها للأسف ضعيفة. في ناس كتير حابة تبدأ في مشروع زراعة المانجا، خاصة ممكن في الأراضي الجديدة في المليون ونص مليون فدان، لو عاوز من حضرتك دراسة جدوى بسيطة عن إزاي ممكن أبدأ مشروع المانجا، التكلفة بتاعته ممكن تكون قد إيه، الإنتاج ممكن يكون بعد قد إيه، فإيه دراسة الجدوى اللي ممكن حضرتك تقدمها للناس المهتمة بتأسيس مزرعة للمانجا؟ أهم دراسة أقولها وأهم شيء يتعمل ومش هيكلفه فلوس كتير، لا أنا عاوز من واحد ما أقول لك من الأول للآخر. الأساس إن هو يحلل المية وتربة. حللت ميه مفيش ملوحه او الملوحه اقل دي من خطوه واحد، 700 دي خطوه بي بي واحد ام. معانا تمام، كام دي؟ حلل 700. حلل التربه، شوف خواصها ايه، هتنفع لزراعه المانجا ولا مش هتنفع، خصوصا ان المانجا محتاجه تربه رمليه خفيفه سهله الصرف.
تمام. عندك الاساسين يعني اول حاجه الميه، تاني والتربة. حاجه التربه. التربة نمره 3، هل المنطقه بينزل فيها صقيع ولا لا؟ تجيب بقى البيانات التاريخيه للمنطقه دي بينزل فيها صقيع ولا لا. ما هو دلوقتي العامل البيئي او العامل المناخي بقى محدد اساسي، ما بقاش بالصدفه زي كل كان زمان كل 20 سنه او 10 سنين يجي لنا مره صقيع. دلوقتي بقى في تكرار ممكن كل في الموسم سنتين الواحد. ورا بعض فعلا. ويتاخر ويجي لنا ضربتين وثلاثه في الموسم الواحد. فالنهارده انت لازم تراعي الجانب المناخي، لازم تبدا بالعلم، حل الميه، تربه، راجع المنطقه بينزل فيها صقيع ولا ما بينزلش فيها صقيع. الثلاثه ينفعوا معاك لزراعه المانجا، اعمل دراسه الجدوى بتاعتك، تختار الشتله المظبوطه، ودي تحتيها 100 صف. الشتله المظبوطه، الصنف المظبوط اللي هينتج في منطقتك احسن انتاج. يعني مثلا اهلنا في الصعيد بقول لهم لا ما تزرعوش كيت. ليه؟ ان الكيت متاخر ومنطقتك بدري. تمام؟ ما ينفعش ازرع في الصعيد. لا انت ازرع المبكر عشان تاخد الميزه النسبيه للمبكر، تاخد اول السوق وتبيع بسعر كويس وتلحق تقص وتقلم ويبقى عندك انتاج السنه اللي بعدها. تمام؟ المناطق البحري، وجه بحري او مناطق الصحراء، بقول له لا ازرع كيت براحتك فيها. ان انت صنف متاخر هتقدر تخزنه وتقدر تبيعه بسعر اشتغل عليه براحتك بسعر مستريح. تمام؟ وهكذا. اختار الاصل المظبوط بعد ما تحلل الميه وتربه، اختار المشتل الموثوق فيه وتحتها 100 صف. بتقابلنا مشاكل كتير ومزارع كتير نقوله الشتله سيئه، خلع من جديد وازرع من جديد. يكون صرف فلوس كتير، كلف كتير، وتاسيس وفي مناطق بعيده. وللاسف الشديد زرع على ميه مملحه وتربه فيها نسبه الملوحه عاليه وجايب شتله سيئه، فلوسه تتبخر. حتى ما يقدرش يرجع، لان الفدان بيكلف له عبال ما يوصل لمرحله التاسيس في الاصناف الاجنبي بيوصل له حوالي من 40 الى 50000 جنيه من غير تغطيه. لو عايز يغطي بيتجاوز رقم ال 110000. يعني 40 ل 50000 جنيه الفدان عشان لما يحط الشتله في الارض، من خدمه، من شبكه، من عماله، من تجهيز الارض، من A to Z. خش له من 40 ل 50000 جنيه غير لو بدون تغطيه، من غير تغطيه. تغطيه دخل في التغطيه، دخل في زياده عن 110000 120000 جنيه، يزيد الرقم كمان. دي استثمارات عاليه، فلازم تحسن اختيار المكان اللي هتزرع فيه الشتله يعني احنا اول حاجه قلنا الميه تكون 700 بي بي ام، ما تزيدش عن كده، زيد عن كده ما تزرعش. بعد كده التربه، بعد كده نختار الاصل كويس، الشتله من مشتل كويس. تمام. الصنف اللي يناسب بقى المنطقه، اللي يناسب المنطقه بتاعتي، اللي انا هزرع فيها. بعد كده، بعد كده يراعيها بقى قص، دورات قص وتقليم وتربيه، رش حشري وفطري متوالي، طبعا تغذيه وتسميد. بعد كده هو في فتراته الاولى للزراعه الفدان ما بيكلفش في حدود حوالي من 10,000 جنيه في المتوسط، تسميد ورش ومكافحه. طب الانتاج بيكون بعد قد ايه؟ الانتاج في الاجنبي بيقعد حوالي سنتين تربيه، تربيه شجره، حتى شجره بتزهر وبتعقد بنقصه تاني عشان نربي مجموع خضري. بناخد بشاير على الثالثه، والانتاج الحقيقي يبدا معايا من السنه الخامسه. الانتاج الصح اللي عايز يربي شجره صح عشان تاخد منه انتاج على المستقبل. ده في كل الاصناف ولا في الاصناف؟ في كل الاصناف بعد السنه الخامسه يبني هيكل جيد جدا للشجره، يبدا ياخد منه انتاج محترم، ياخد بشاير السنه الثالثه والرابعه، احس ان انا عندي مزرعه وعندي انتاج كويس بدءا من السنه الخامسه. لو يعني من اول ما تضرب في الفاس في الارض لحد ما تاخد انتاج، خمس سنين. خمس سنين يكلفوا قد ايه خمس سنين دول؟ يكلفوه حوالي 50,000 فوق ال 50,000 الاولانيين. يعني 100,000 جنيه للفدان. للفدان عبال ما يفكر، ده بالحد الادنى على فكره. احنا بنتكلم ده بدون تغطيه، يعني التغطيه ممكن تغطية. توصل 200 مثلا. بدون تغطيه. طيب لا يعني شايف الارقام بتتعدى ازاي؟ فمش عايز حد يجازف بزراعه مانجو ويضع فيها هذه الاستثمارات الا اذا كان معاه امكانيات وفاهم الارض والارض والميه والمناخ يقدروا يساعدوه. ولو مش فاهم او مستثمر بعيد عن مجال الزراعه يستعين باهل الخبره، ذوي او اصحاب الثقه اللي يقدروا. طب اخر سؤال علشان الوقت، الفدان ممكن يدينا انتاج قد ايه بعد السنه الخامسه؟
والله بنتكلم في متوسطات، يعني مثلا صنف غزير الانتاج زي الكيت كده بعد السنة 5 بنكون بنتكلم من 8 ل 12 طن، بكام لكن فلوس؟ الارقام اللي فوق اللي فوق لا ما تحلمش. طب كام الفلوس؟ كم فلوس ممكن يوصل الفدان يعمل له؟ يعني يجيب له 100,000 السنة ولا حاجة، 80 يعني ل 100 ممكن ألف نجيبه في السنة 5 التكلفة بتاعة الفدان. إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا مهندس أشرف الأنصاري استشاري زراعة المانجو، شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله نزور حضرتك في أحد مزارع المانجا شرفت، بإذن الله. يشرفني. شكرا شكرا جزيلا لحضرتك. كل سنة وحضراتكم طيبين. مشاهدينا، كمان احنا معانا موضوع مهم جدا من الموضوعات الهامة، وهو انتشار سمكة معروفة باسم سمكة الأرنب السامة في معظم الأسواق في مصر، وده الحقيقة بنحذر منه المواطنين خاصة في ظل انتشار الصور الخاصة بها على السوشيال ميديا. احنا معانا الدكتورة نسرين عز الدين، أستاذة طفيليات بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة. دكتور نسرين، أهلا أستاذ شعبان، مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. طيب حضرتك، في عاوز اعرف من حضرتك، يعني هذه السمكة المنتشرة وشديدة السمية، يعني ايه خطورتها على المواطن وايه سبب انتشارها وازاي بيتم اصطيادها من الـ الـ في اي بحارة او بحيرات مصرية؟ بداية أنا أحب بس أنوه إن التحذيرات من خطورة هذه السمكة على حياة الإنسان مش بس صحة الإنسان، لأن هي السم بتاعها فتاك وقاتل. أحب أنوه إن التحذيرات دي مش وليدة سنة، عشان بس ما حدش من اللي اعتدنا منهم إطلاق الشائعات والادعاءات اللي الحمد لله مجلس الوزراء بنفسه بيكذبها حرصا على الاقتصاد القومي. التحذيرات دي من التسعينات، وصدور قرار من الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه بحظر صيد واقتناء والتعامل مع هذا النوع من الاسماك لسميتها القاتله. السمكه دي اصلا يعني جايه لنا من المحيط الهندي ومنطقه اليابان واستوطنت البحر الاحمر عندنا. مع فتح قناه السويس ومن سنوات مش بعيده قوي بدات تنتشر وتنتقل عن طريق قناه السويس الى البحر المتوسط. معدلات وجودها في البحر المتوسط بدات في تزايد نتيجه ان تكاثرها عالي جدا، البيئه موائمه ليها فبدات تنتشر في البحر المتوسط. خطوره او ليه بنحذر تاني دلوقتي رغم ان احنا حذرنا كتير من 2014 و2016؟ بنحذر لان في منطقه دمياط وراس البر كان في ضبطية في شهر يوليو لحوالي 20.5 كيلو جرام حسب البيانات الصحفية من سمكة الأرنب السامة، بالإضافة لبعض ده طبعا المنظر اللي حضرتك شايفه شكل بق السمكة وأسنانها، دي السبب في تسميتها سمكة الأرنب. الكمية دي اسمها اسمها العلمية يا دكتور، هي تنتمي لعائلة السجاني دي وبيطلق عليها بالإنجليش الرابت فيش، وفي منها حوالي 35 نوع في المياه المالحه او اكثر، وحوالي 19 نوع في المياه العذبه، يعني في منها سبيشيز كتير باللاتين نيم، لكن بالانجلش بيقولوا عليها الرابت فيش يعني سمكه الارنب، وهي من عائله السيجاني دي، وده طبعا الاسم العلمي اللاتيني للعيله بتاعت النوع ده. طب احنا عاوزين مباشرة يا دكتور، ايه تأثيراتها على المواطن اللي ممكن يشتريها وياكلها من الأسواق، خاصة ان هو ما يعرفش ان هي سامة؟ بالظبط يا فندم، لما كانت السمكه دي بتنزل الاسواق بشكلها الطبيعي اللي شايف حضرتك علمنا الناس يعرفوها ان جسمها الرق بتمثل ثلث الجسم، انها عليها نقط، انها لونها رمادي، سنانها المميزه، ولكن للاسف مع الضبطيه الاخيره دي يعني كتر قوي موضوع اخلاقها وعملها فيليه، فبالتالي عمر المواطن ما هيقدر وهي فيليه بالمنظر ده يميزها، وبالتالي في اسر اشترتها وحصل حالات وفيات في التسمم. كمان في حالات وفيات فين ده؟ فين يا دكتور؟ في دمياط؟ في دمياط في راس البر، قبل كده كان في اسكندريه. فطبعا كلها تنزل الاسواق في ليه؟ صعب على المواطن العادي، لكن لما جالنا عينات لينا كاساتذه جامعات ومراكز بحثيه ومعاهد بحوث بنقدر نحللها ونشوف السميه اللي فيها ونتعرف على انسجه، لكن المواطن العادي هنا الخطورة بقى مش بيقدر يميزها. ايه خطورتها؟ هي عندها في جسمها في اماكن محددة
غدد سميه بتفرز سم في غايه الخطوره، فالتاج في خلال ست يعني حوالي 6 ساعات من 6 لـ 9 ساعات بيعمل اعراض تنتهي بشلل للجهاز العصبي بتاع الجسم يلي الوفاه اذا البني ادم ده ما تلحقش. المشكله ان الاحماء مفهوش سم، لكن ليها ناس خبراء مش عندنا في اليابان وغيره بيقدروا ينظفوها ويتجنبوا تلويث اللحم بتاعها بالسموم. طب احنا يا دكتور دلوقتي يعني حضرتك عاوزين بس رساله من حضرتك علشان الوقت ممكن ينتهي، عاوز رساله من حضرتك للمواطن فيما يخص هذه السمكه. اول حاجه هقولها لو سمحت يا مستهلك ما تنزلش تشتري اي نوع اسماك من اي مصدر غير مقنن، ما تشتريش من اللي قاعدين بمشنات في الشارع، ما تشتريش من اللي بيدور بالعربيات، اشتري من مكان عليه رقابه. دي نمره واحد. نمرة 2 ما تشتريش سمك انت ما تعرفوش، ما اعتدتش على شكله. الفيليه لو انت شاكك فيه ما تجيبوش. مش ده معناه ان انا بنضرب الاسواق بتاعت ونشتري من مصادر موثوقه كمان يعني. المكان موثوق فيه يبقى هيقول لك السمك ده ايه. لكن من الشارع والاماكن نسترخص الساعه وخصوصا بتنزل باسعار رخيصه، فطالما نزلت باسعار رخيصه نشك فيها على طول. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، وإن شاء الله بإذن الله يكون لنا حلقة وكمان ننزل في الأسواق ونشوف هذه الأسماك، وإحنا بنحذر ونوجه رسالة للمواطنين خدوا بالكم من هذه السمكة، خاصة إن في ترويج ليها وفي موجودة في كل الأسواق، خاصة في زي ما قالت الدكتورة في دمياط وفي راس البر وفي الإسكندرية. إحنا كمان معانا مشكلة تانية وهي مشكلة قطاع الدواجن. الحقيقة في مشكلة كبيرة جدا بتواجه صغار المربين تتعلق بالأسعار، خاصة إن مفيش حتى الآن بورصة موحدة لأسعار الدواجن، وده الحقيقة متسبب في إن في سيطرة من قبل سمسرة الدواجن على الأسعار وعلى أسعار التنفيذ، خاصة أسعار التنفيذ. إحنا معانا ماجد عثمان أحد مربي الدواجن. أستاذ ماجد مساء النور. كتاب الاول على قصه برنامج من سيصبح ربنا يخليك. ربنا يخليك استاذ ماجد، يعني في عجاله كده في 3 دقائق، عاوز اعرف من حضرتك ايه الازمات اللي بتواجه المربين خلال هذه الفتره في ظل عدم وجود بورصه دواجن وفي ظل وعود كتير من وزاره الزراعه بعمل بورصه للدواجن سواء بورصه الكترونيه او بورصه الاليوبيه، فايه المشكلات اللي بتواجه المربي دلوقتي والتحديات اللي بتواجهه؟ طالبنا مرارا وتكرارا يا فندم ان احنا يبقى لنا بورصه يديرها تحت مظله الوزاره او الاتحاد. ولسه بنطالب بقالنا اكثر من 4 سنين، ويمكن من منبر سيادتك عملنا لقاء عند سيادتك مره واثنين. طبعا. مفيش اي استجابه لنا من عن طريق معالي وزير الزراعه او من ينوب عنه الاتحاد العام لتنظيف الدواجن. وبناء على ذلك الاسعار كل يوم يا استاذ بلال، كل يوم في اسعار شكل مما يضر بصناعه الدواجن، يعني انت بتتكلم في صناعه بحجم 90 مليار جنيه. المفروض يكون فيها اهتمام من وزير الزراعه اكثر من كده. احنا مش بنطالب حاجات فئويه، احنا بنطالب بورصه حكوميه تحت مظله الاتحاد او الوزاره. يعني انا عاوز اعرف سؤال بقى لي اكثر من 20 سنه، مين اللي بيطلع سعر الدواجن في مصر؟ هم 4 فهلويه اسمهم سماسره بيقعدوا على الواتس بالليل يعملوا يقولوا السعر بمزاجهم. يعني النهارده يا باشمهندس الساسو طالع 24 بيتنفس 19 في شارع مين؟ ازاي طالع؟ ازاي طالع 24 وبتنفذ؟ يعني بيتم شراؤه، بيتم شراؤه من بيتم علشان بس المشاهد يفهم، يعني بيتم شراؤه من المربي 19 جنيه. يا فندم بتقول ان النهارده البورصه هتطلع 24 جنيه، السمسار قال 24 جنيه، بيجي يروح بالسمسار متصل بالراجل يقول له التنفيذ النهارده 20، في فرق بين السعر يطلع وفي فرق بين التنفيذ يا فندم، يعني النهارده التنفيذ بتاع الابيض 19 جنيه، الساس وطالع 24 بيتنفذ 20 جنيه. والاربعه جنيه دول بيروحوا فين؟ ما هو دي اللي انا بقوله لمعالي وزير الزراعه. يا معالي وزير الزراعه يا راجل يا محترم، كلنا بنعز سيادتك، بعد اذنك اهتم بمجال صناعه الدواجن شويه. طب يا باشا يا استاذ ماجد معلش، بخصوص بورصه البورصه كان في كلام كبير جدا او كتير من وزاره الزراعه والدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه سابقا، وهي الحقيقه كانت يعني قريبه من المربين وكانت بتتكلم على ان في بورصه الكترونيه لمربين الدواجن بيتم العمل عليها رقميا خلال الفترة اللي فاتت، لكن حتى الآن هل في خطوات تم اتخاذها فيما يخص بورصة الدواجن الإلكترونية ولا لا؟ بنحاول يا فندم، وبالفعل مفيش أي إجراءات أو أي بوادر أمل ترفع من شأن المربي الصغير اللي هو بيخرج من السوق، اللي هو بقى مديون.
يا جماعه احنا بنقول المربي الصغير بيقيم من 65 ل 70% من احتياجات مصر اليوميه. انا التكلفه عليا زايده يا استاذ بلال. انا بقول له ايه، احنا عندنا معالي وزير زراعه ممكن ياخدها بجاره قلم، اللي هو ايه، لو اجتمع بيه قطاع الاعلاف واجتمع بيه قطاع الدواجن اللي هي الكتاكيت واجتمع بالمربيين واجتمع بتاع شركات الادويه، ممكن نخفض السعر لادنى مستوى. بمعنى اخر ان احنا ممكن نقول بتاع العلف انت بتكسب 1000 جنيه في الطن ليه، وبتاع الاستيراد بتاع العلف الناحيه بس الثانيه بتكسب 1000 بس جنيه في في ناس، الطن ليه. بتقول يا استاذ ماجد ان المربين دلوقتي بيكسبوا وظروفهم زي الفل وكويسين والاسعار ممتازة. طيب انا عاوز حد النهارده يطلع من المربيين كله بيصرخ على الصفحات يا باشمهندس السوق بيقول لك 19 جنيه، تكلفه الفخ اساسه النهارده عليا 25 جنيه، ازاي رايحه ب 20 جنيه يا باشمهندس؟ وبعدين اقول لك على حاجه، يخلينا احنا بنكسب، خلينا زي ما هم بيقولوا يا سيدي مفيش ادنى مشكله، احنا بنطالب ببورصه حكوميه عادله بيننا وبين المستهلك. احنا بورصة، مش بنطالب حاجه بنها، بورصة القليوبية أخبارها إيه في دلوقتي؟ الغريبه ان هي مقفوله بقى لها اكتر من 16 سنه، احنا قلنا مش قادرين تفتحوا بورصه بنها؟ يبقى اعملوا لنا بورصه الكترونيه تحت اداره الاتحاد او تحت اداره الوزاره. احنا تعبنا من الساده السماسره دولي، الساده السماسره دول قاعد عندهم عمارات وعندهم فلل وعندهم عربيات وعندهم ربنا حاجات. ربنا يوسع عليهم بس طيب احنا مش يمكن في بنقر، مصادر طيب احنا تانية. مش بنقر، احنا انا مش بنقر بشكر يا استاذ حضرتك بلال، جدا. تديني فرصه دقيقه واحده الواحد طيب بس اتفضل يفضفض في دقيقه واحده. اتفضل احنا اهو معاك. بننهار، صناعه الدواجن بصفه عامه بتنهار. انا مش بتكلم على صفتي شخصي، انا ما بقولش اعمل بورصه لماجد، انا بقول اعمل بورصه عامه تحت مظله الاتحاد او الوزاره، ويخش السماسره دول تقليص دور السمسار من ان هو يطلع السعر الى دور وسيط. احنا ما بنقولش حاجه غلط، بنقول ان السوق لو الساده معالي الوزير او البورصه اللي تحت اشرافه طلعت 15 جنيه احنا هنكون موافقين. ليه؟ عشان هو بيطلع تحت بند العرض والطلب. اما السمسار اللي قاعد على البسطبه ده، ايه اللي اعرفه ان في عرض النهارده ولا ما فيش عرض؟ بيطلع بناء عن ايه؟ طب انتوا كمربين يا استاذ ماجد معلش، ليه ما بتتكتفوش مع بعض وتاخدوا قرار؟ ليه يعني انتوا بترضخوا؟ ليه يعني انتوا السمسار بيمشي سعر التنفيذ عليكم؟ معلومه جميله جدا، احنا سلعتنا لا تخزن يا استاذ بلال، احنا سلعتنا لا تخزن، احنا فراخنا النهارده اداء مستوت لازم تنباع باي سعر. طب ليه ما تروحش تبيعها على طول للتاجر مثلا، او تروح تبيعها على طول ما تتعاقد مع ينفعش يا محلات فندم، لازم يكون في حلقه وسيط اللي هو السمسار اللي هو بيجيب لك العربيات. ما ينفعش ابيعها للتاجر مباشره. ثم التاجر النهارده جه بيقول لك ايه، يقول لك طب ما السمسار ما بلغني في كفر الشيخ مثلا ب 19، بسعر حاجه كذا. عمال عندك ب 20 ليه؟ هذه القصه. انا بشكر حضرتك جدا استاذ ماجد عثمان احد مربين الدواجن، شكرا جزيلا ليك، ويا ريت الحقيقه ده مطلب من سنوات طويله يكون في بورصه موحده يطلع منها الاسعار الخاصه بالدواجن. يا ريت وزاره الزراعه والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه لشؤون الثروه الحيوانيه والدواجنه بياخد خطوه ويجتمع مع اتحاد منتجي الدواجن دكتور نبيل درويش، ويجتمع مع المربين، ويجتمع مع الشركات الاعلاف والباقي الجهات المسؤوله في قطاع الدواجن، ويطلع قرار ببورصه سواء الكترونيه او بورصه بنها، ويكون في سعر ثابت تنفيذ بالنسبة للمربين. مشاهدينا شكرا جزيلا ليكم، كل سنة وانتم طيبين مرة تانية، ان شاء الله انتظرونا الخميس المقبل 9 مساء، لكن بعد هنطلع دلوقتي نشوف تقرير عن محلول نوفا بلس للدكتور محمد فتحي سالم وشركة رويال جرين تكنولوجي، وهذا المحلول بيتم استخدامه للثروة الحيوانية، والحقيقة كان ليه نتائج كبيرة جدا في معدلات تحويل الأعلاف، وكمان في حجم أو في مواجهة الأمراض وقتل مختلف الأمراض خاصة الجلد العقدي. هنطلع نشوف التقرير، وإن شاء الله انتظرونا الخميس المقبل 9 مساء، معكم شعبان بلال. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج من سيزرع المليون. الحقيقه النهارده معانا تجربه وقصه نجاح جديده،
لمصريين ومزارعين مصريين نجحوا في استخدام محاليل حيوية لدعم الانتاج الحيواني في كفر الشيخ مركز مطوبس. احنا معنا الدكتور احمد قطب وهو دكتور متخصص دكتور طب بيطري. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك استاذ شعبان، صحتك منورنا هنا في مطوبس. يعني يخليك يا رب. حضرتك طبعا احنا عاوزين نتكلم عن المحلول الانتاج الحيواني الخاص بيه الدكتور محمد فتحي سالم، وهو احد المحاليل الحيوية اللي بيتم من خلالها زيادة معدلات التحويل في المواشي أو في العجول التسمين، وتأثير هذه المحاليل في مواجهة الأمراض زي الحمى القلعية زي الجلد العقدي وغيرها من الأمراض. تمام، يا اهلا بيكم. احنا طبعا بنشتغل في مفاهيم جديده خالص بالنسبه للانتاج الحيواني. احنا رتبنا دلوقتي منتج حيوي بيعتمد على بكتيريا نافعه، دي بتشتغل على قطاعين اتنين رئيسيين، موضوع الـ 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 الهضم بالنسبه للحيوان والتحويل الغذائي عالي جدا وتحقيق اكبر استفاده من الاكل. اي اكل الحيوان بياكله بيستفيد منه كويس جدا. تاني نقطه رفع المناعه للحيوان، رفع المناعه ومجابهه الامراض الفيروسيه المنتشره زي الجلد العقدي والحمى القلعيه. واحنا هنا عندنا حاله برضو هنشوفها ان زي المنتج رفع مناعه الحيوان لمقاومه الجلد العقدي، لان طبعا منتشر في المنطقه دي. دي فعلا نجاح كبير جدا، المنتج ده منتج حيوي بيغني عن استخدام المضادات الحيويه كلها وكل الكيماويات. احنا عاوزين نعرف اكتر عن المنتج، يعني انا عاوز اعرف من حضرتك اكتر عن المنتج، المنتج ده عباره عن ايه، مكوناته ايه، وازاي بيفيد المواشي دي في زيادة معدلات التحويل او في مواجهة الامراض زي ما حضرتك ذكرت. تمام، هو المنتج اسمه بايو فاكتور، ده عبارة عن منتج حيوي، مجموعة من البكتيريا النافعة تركيزها عالي جدا وكميتها عالية جدا. ده اول مرة تطبق في مصر. طبعا المنتجات الحيوية موجودة طبعا في العالم، موجودة بس بكميات صغيرة وعددها صغير. الميزة هنا ان المنتج بيحتوي على اكتر من 46 نوع من انواع البكتيريا النافعة اللي بتشتغل على كل الجهاز الهضمي والجهاز المناعي بالنسبة للحيوان. طبعا هي عامله طفره ان الحيوان بيستفيد من الاكل اللي بياكله، تمام، في معامل التحويل، وكمان بيرفع الحاله المناعيه للحيوان. لو عايزين نعرف من حضرتك الارقام. تمام. يعني حضرتك بالنسبه للمزارع والفلاح والمربي اهم حاجه بالنسبه له الارقام، من حضرتك وتوقعات الاوليه او النتائج الاوليه من خلال التجارب اللي حضرتكم او الحاجات الحقليه اللي انتم بتعملوها بالظبط، ايه معدلات الزياده مقارنه لو قارنا العجول التسمين دي بعجول تانية بيتم استخدام فيها المضادات او غيرها؟ هو يمكن الحاله دي ظاهره طبعا بسم الله ما شاء الله بالنسبه للتحويل، تحويل هنا العجول بسم الله 640 كيلو 650 كيلو، في معامل التحويل اللي احنا بنوصل 2 كيلو 2 كيلو 100 جرام في اليوم زياده في الوزن. الاجانب اللي لافت للنظر جدا في المنتج موضوع المناعه، المنتج العجل ده اتعرض لمرض الجلد العقدي، وطبعا كل الناس عارفه موضوع الجلد العقدي ده وتاثيره على الحيوان ازاي. واخد بال حضرتك؟ لو بصيت حضرتك هتلاقي بعض اثار من المرض موجود على جلد الحيوان، وده الحيوان اتعامل مع المرض بكويس جدا والحمد لله ما اثرش فيه، ودي ميزه عن بعض الحيوانات. يعني في ناس تانية مربين هنا جيران، الحيوانات طبعا حصل فيها نفوق وماتت، وطبعا غير التكاليف الاقتصاديه للمربي او الفلاح اتكلف بيها. يعني انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور احمد. احنا كمان معانا صاحب المزرعه، مزرعه الانتاج الحيواني، انا عاوز اعرف اسم حضرتك ومن امتى بدات في هذه التجربه وازاي وصلت للدكتور محمد فتحي سالم. انا اسمي احمد سلام من مركز مطوبس. وصلت للدكتور محمد من خلال فيديوهاته على اليوتيوب، بدات اجمع معلومات عن المنتج بتاعه، بعد كده بدات كلمته وفريق العمل بتاعه، وبعد كده كلمت الاستاذ ضياء، بعتني الاستاذ ضياء اتعاملت معاه، بدات اخد المنتج استخدمه في الانتاج الحيواني وفي الانتاج الزراعي. بقى لي حوالي تقريبا دلوقتي شهرين او 70 يوم 70 يوم بالظبط بستخدم المنتجات ديت مع الانتاج الحيواني والانتاج الزراعي، والحمد لله بسم الله ما شاء الله النتيجه ممتازه 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 الحمد لله. انا عاوز اعرف تفاصيل اكتر بالنسبه للنتائج اللي انت استخدمت، بتستخدم معدلات قد ايه، ومعدلات التحويل مقارنه بالقبل 70 يوم كانت ازاي، والنتيجه بالنسبه لك النهائيه وتقييمك باعتبار ان حضرتك اصلا يعني اكيد مربي وليك خبرتك في هذا المجال. بالنسبه لاستخدام الباي فاكتور مع الحيوانات، اول حاجه افادني في شويه حاجات. اول حاجه انا حسيت ان حيويه النشاط حيويه ونشاط الحيوان زادت معايا، كميه الاكل اللي بياكلها بسم الله ما شاء الله زادت، معدل الهضم بتاعه حسيت ان هو احسن من الاول، يعني حتى بيبان في الروز بتاعهم، مفيش بقايا اكل بتنزل في الروز بتاعهم، حسيت معدل تحويله احسن. العجل مثلا بعد ما كان افضل باذن الله، يعني
معدل تحويله معايا انا شايف الشكل العام احسن. الجهاد الحراري حسيت انه معايا احسن خالص، يعني في اليوم الحر المتعارف عليه ان المواشي في اليوم الحر ما بتاكلش، بس الحمد لله المنتج في اليوم الحر بحس ان المواشي فايقه برضه، مش زعلانه الزعل اللي هو بيخليها تسيب الاكل. بالاضافه ان في المشاكل اللي بتقابلنا في الامراض او الوبائات اللي زي ديت، لما كلمت الدكتور احمد قال لي ارفع الكميه اللي مثلا قال لي حط 50 سم على اللتر بدل ما نحط مثلا 25 سم على اللتر، ارفع الكميه للضعف وان شاء الله هتكون النتيجه احسن. الحمد لله في خلال مثلا 4 أيام 5 أيام النتيجه الحمد لله كانت احسن. في ظهر عرض للمرض الا انه تاثيره على الحيوان، اول حاجه ما سابش الاكل الحمد لله بفضل الله، الحراره ما زالت، يعني في احد العقول عندك اتصابت بالفعل بالجلد؟ عدد كبير، يعني مثلا هو 5 6 كمان، مش واحد. بس الحمد ما هو يمكن الدكتور بطل عارف الكلام ده اكتر، الجلد العادي بنسبه 90% لو مسك في عجل لحم بالذات يكاد يكون بيخلص عليه، يدمر الوزن بتاعه. يعني الحمد لله، يعني ده لطف، انا كنتش بنام الفتره اللي فاتت والله ما كنت بنام، بس الحمد لله لطف من عند ربنا الحمد لله ان النتيجه كويسه خالص خالص خالص، وانا الحمد لله مرضي من الوضع اللي انا شفته قدامي، لان انا كان جالي الجلد العادي قبل كده من 6 سنين بهدلني، ومش انا لوحدي، اي واحد بينزل عليه الوباء ده بينزل ياخد مثلا مزارع بالكامله يشيلها بالكامل. الحمد لله في خلال 5 6 أيام الحمد لله النتيجه ممتازه ممتازه ممتازه. ايه فين انهي عجل في دول اللي تعرض للاصابه؟ ده النتيجه، يعني بص حاجه بسيطه خالص ما بانش فيه قد كده. ده كان من لمده 5 أيام، 4 5 أيام الحمد لله ما فيش. ولا وغير كده، وكمان اهم حاجه ايه؟ الاكل، الحيوان ما يبطلش اكل، الحيوان ما يبطلش اشترار، بس ده اللي يهمني. انما ممكن يكون يظهر عليه عرض مرض وشغال عادي خالص، هو مستحمل المرض. يعني انت شايف ان كمان المنتج ده زود القدرات المناعيه للحيوان لمواجهه الامراض اللي ممكن تنتشر؟ بس ترفع الكميه بتاعته، يعني تعوز ترفع الكمية بتاعته أكتر من الكمية المعتادة. وفي متابعة مع الدكتور محمد فتحي سالم ومع الفريق بتاعه؟ متابعة مع الدكتور محمد والدكتور أحمد، كلمته في التليفون قلت له الوضع 1 2 3 وحصل عندي كذا 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 كذا، قال لي زود الكمية لكذا كذا 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 كذا، قلت له توكلنا على الله. طب لو احنا عملنا ببساطة تكلفة ومقارنة كمان الوزن، يعني احنا عملنا تكلفة اللي انت بتشتريه مقارنة بالحاجات التانية، التحصينات التانية ممكن تشتريها والفعالية بتاعتها، وكمان الوزن في هذا التوقيت خلال 70 يوم زاد بمعدل قد ايه مقارنة بالتغذية العادية والتحصينات العادية؟ لا ان شاء الله باذن الله معدل الزيادة مع الباي فاكتور تغطي تكلفته، مثلا اقول 4 5 أضعاف يعني باذن الله. يعني تزود الوزن ولا تغطي؟ تغطي تكلفته وتزود 4 5 أضعاف عن التكلفه بتاعته الاساسيه. ايوه عن تكلفته الاساسيه باذن الله. يعني ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا استاذ احمد، شكرا جزيلا ليك. كمان احنا معانا احد العاملين في مزرعه الانتاج الحيواني، عبود زكبش عبد الغني، بدل اقول لك عبود عاوز اعرف من حضرتك انتوا هنا في مزرعه الانتاج الحيواني، بعتبرك انت متابع بصوره كبيره للوضع في المزرعه، ازاي ايه التغيير اللي حصل خلال ال 70 يوم اللي تم فيهم استخدام المحلول؟ والميه اللي بكترته له 110/10 ماشي الحال فيه، وكان عندها لا مؤاخذه عجله هنا واخده شربه ما كانتش راضيه تدوق الاكل، قعدت 3 4 أيام ما تدوقش الاكل، جت من ورا الاستاذ احمد سلمه جت مدها 100 سم حطتهم لها في الحوض، جت داخله بقت دلوقتي بسم الله ما شاء الله بالصلاه على النبي عليه، وبقت تخش تدور على المي. يعني ساعات ما كنتش اسقاها، لما لقيتها دارت كده ما كنتش اسقاها، بعد مره كده بقت تخش تدور على المي جوه في الحوض اللي جوه. طب انت بالنسبه للوضع العام في المزرعه، بالنسبه للوزن بتاع العجول او الاكل بتاعهم او معدلات التحويل، هل مختلفت؟ التحويل 100% احسن من الاول خالص خالص، احنا كنا طول عمرنا بنربط عجول لحم. من اول ما زجنا البكتيريا ديت بسم الله ما شاء الله بنت على البهائم، بنت على المواشي 100% الحمد لله تمام. شكرا جزيلا استاذ عبد الغني. فضيله الدكتور محمد فتحي سالم نشكره، والدكتور احمد برضه نشكره، والحمد لله ماشي الحال. شكرا جزيلا لك استاذ عبد الغني، شكرا لكم مشاهدينا. دي تجربة من ضمن تجارب جديدة وكتيرة للدكتور محمد فتحي سالم في القطاع الزراعي والداجني والحيواني، وهذه التجربة الحقيقة يعني تجربة مبهرة خلال حديث الناس الموجودة هنا، ونتمنى توسيع النطاق بتاعها وانتشارها في مزارع تانية وأماكن تانية، معدلات التحويل أكتر، مواجهة الأمراض وزيادة القدرة المناعية بصورة أكبر للحيوانات، التكلفة بتكون أقل،
شكرا لكم، وانتظرونا ان شاء الله كل يوم خميس في برنامج من سيزرع المليون، ومعكم شعبان بلال.